ايه هي الموهبة اللي عندك وازاي بتقدر تنميها؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك. تعليقات حضراتكم جميلة جدا، والنهاردة ربما تكون نقدر نقول ان هي متنوعة جدا بخلاف صحيح. يعني ايام تانية بقى فيها التعليقات زي بعضيها. الاستاذ ثروت عدلي بيقول: كنت بحب قيادة السيارات جدا، وبعد سني ما كبر بعت سيارتي خوفا من الزحام ومشكلة الركنة، وبركب الان المترو. شكرا لك يا استاذ ثروت. في محمد ابو روكا بيقول: صباح الخير على مصر كلها، تصدقوا عمري ما انتبهت لموضوع الموهبه ده، مع اني كنت بحب الكتابه كتير وانا صغير، وبعدين انشغلت مع مطحنه الحياه، ودي غلطه لازم الكل يتداركها ويشوف موهبته ايه وينميها لنفسه على الاقل وللمجتمع معاه، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. يعني كويس، بيتفق معانا برضه. استاذ احمد سعد قلاجه بيصبح علينا من الناصريه مركز صنع الحجر الشرقيه، بيقول: الحاجة اللي موهوب فيها هي الكتابة وإلقاء الخطب والكلمات وتقديم البرامج في الحفلات وقراءة القرآن. كلام جميل، يعني هي كلها موهبة واحدة برضو بالمناسبة. في كمان أبو ماهر بيقول: صباح الخير يا مصر، أجمل صباح ليكم. موهبتي بفضل الله إني بشتغل أعمال تنفيذ ديكور، برغم إن دراستي مختلفة جداً، وما كنتش أعرف إني هوصل للمراحل دي. كان حلمي أعمل حاجات صغيرة، وفوجئت انها كبرت جدا، وعملت اقسام واقسام في اماكن يعني بيوت، وعمل كمان براندات محلات وتوكيلات وخلافه، وكان سبب في فتح باب رزق لناس كتير بعد ربنا. برغم اني مش مهندس، لكن ارى ان كل ما اجتهدت على عملي وموهبتي نلت مقدارا كثير منهم. جميل. استاذ عبد الحكيم فهيم الحايز بيقول: صباح الخير عليكم جميعا، اكتر شيء انا موهوب فيه هو الرسم، انا بعشق الرسم جدا وبحب ارسم من زمان، من اجمل الهوايات طبعا يا استاذ الحكيم. في دعاء امير تقول: صباح السكر والعسل، انا بفضل الله عندي موهبه هي علم الطاقه. جميل. وازاي اعرف ازيح الطاقات السلبيه واجذب الطاقه الايجابيه؟ هايل، كلنا محتاجين طاقه ايجابيه. شكرا لك يا استاذه دعاء. وربما يعني أكثر التعليقات بتدور في ذلك الفلك، في ناس بتتكلم في الإنشاد الديني، في يعني قراءة القرآن بأشكال مختلفة، في ناس بتتكلم في الرسم، في ناس بتتكلم في الخط. طلباتكم جميلة جدا، خلينا نشاركها معاكم، اكتبوا لنا على صفحتنا على فيسبوك ومستنيين إجابات حضراتكم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات.